السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اترك الكتاب يا شيخ، خليك معي دقائق نتدارس فيها كتاب التوحيد. أولا قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب نسأل، لماذا نسأل التوحيد؟ ندرس التوحيد، نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ ها الشيخ، نعم، أي نعم. أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ لا، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ نعم، لأننا طلاب. الطالب ليس له أن يطلب العلم كما شاء، لابد يرجع إلى العلماء أهل الاختصاص. تمام. تميز هذا الكتاب بمميزات كثيرة، منها وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض، لا يوجد فيه إلا نصوص من الكتاب والسنة، كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء به، ركز على أنواع التوحيد الثلاثة، وركز أكثر ما يكون على توحيد الألوهية، إمام معاصر غير هذا. تمام. لابد أن نعلم أن سبب العداوة، هناك من يتكلم في الوهابية وكذا، ومحمد عبد الوهاب رحم الله الجميع، ما هو سبب العداوة؟ لماذا هذا العداء بين بعض الناس وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ إيش السبب؟ ما هو السبب؟ السبب شيء واحد، التوحيد. كل من يعلم الناس التوحيد وكل من يعلق الخلق بالخالق يقال عنه وهابي، وهم أرادوا أن ينفروا الناس من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذا هم يمدحوه، لأن الوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يقدحوا في الشيخ وإذا هم يمدحوه، وقالوا عنه أشياء، منها أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، إذا ترك الصلاة الإبراهيمية بطلت الصلاة. طيب، أي كتاب تقتنيه أو مجرد ما يهدى إليك كتابا، ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ قبل أن تضع الكتاب في الرف أو في المكتبة أو في السيارة، تتصفح الكتاب وتقرأ أقل شيء في الكتاب، مقدمة الكتاب وفهرسة الكتاب، مقدمة الكتاب حتى تنظر وتعرف الغرض من التأليف وسبب التأليف ومصطلح المؤلف، والفهرس تعرف محتوى الكتاب. فإذا أردنا أن يعني نعرف محتوى هذا الكتاب تقريبا، أو ماذا يوجد في هذا الكتاب، هذا الكتاب تقريبا نستطيع أن نفهرس أو نقسم هذا الكتاب إلى 10 أقسام. كم قسم؟ 10 أقسام. الكتاب فيه 67 باب، 67 باب، لكن الأقسام نريد حتى يعني يسهل علينا الدرس الآن، حتى نضبط، نقول أن الكتاب يحتوي على 67 باب و10 أقسام. تمام. القسم الأول المقدمة، ثم تفسير التوحيد القسم الثاني، الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، ثم سبب كفر بني آدم، ثم الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، والأعمال الشيطانية وأعمال القلوب والأسماء والصفات والمناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتمة. أعيد، 10 أقسام نمر عليها إن شاء الله تعالى. القسم الأول المقدمة، ثم تفسير التوحيد،
ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، ثم أسباب الكفر حتى نجتنبها، ثم الرد على من يقول أن الشرك لا تقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يمكن يقع في الجزيرة، والأعمال الشيطانية السحر والكهانة والتطير والنظر في النجوم وأعمال القلوب والأسماء والصفات والمناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات وخاتمة الكتاب. كم قسم؟ من يعيد عليه؟ بسم الله. مقدمة، تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، أسباب الكفر حتى نجتنبها، الرد على من يقول أن الشرك لا تقع فيه الأمة أو لا يقع في الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وخاتمة الكتاب. تمام. إذن هذه 10 أقسام سنمر عليها بإذن الله تعالى.